الجريمة النكراء التي ارتكبها نظام حكم العائلة الخليفية بتصفيته الجسدية لثلاثة شبان بحرانيين هم كل من رضا الغسرة ومحمود يحيى ومصطفى يوسف، فشل النظام في طمس معالمها عبر منع تشيع الشهداء وحرمان عائلاتهم من حضور مراسيم دفنهم التي تمت بعيدا عن مناطقهم، بل تمادى الخليفيون إلى حد قمع عائلات الشهداء التي توافدت على مقبرة الشيخ ميثم. مقاومكم القوة أنا أقول لكم. هاي كلهم أهالي. مالي شغل أنا بأهالي مهالي. لكن هذا المنع والقمع الخليفي ارتد وبالا عليهم عندما حطمته أم الشهيد الغسرة التي أبدت فخرها الكبير بالشهيد هاتفة في وجه المرتزقة عند المقبرة بأن رضا رفع رأسها وكسر عروشهم. يا منتقم يا جبار منتقم منهم من كل ظالم وكل ظالم. رسالة تلقفها البحرانيون وفهموا أن المعنية بها هو الحاكم الخليفي حمد عيسى، فخرجت البحرين في تظاهرات حاشدة لتشييع الشهداء ارتفعت خلالها رايات القصاص والمقاومة في كل البلدات، ومنها بلدة بني جمرة مسقط رأس الشهيدين الغسرة ويحيى التي خرجت في تشيع مهيب وسط هتافات تدعو للانتقام من آل خليفة وتؤكد على القصاص وحق المقاومة والثأر لدماء الشهداء. القوات الخليفية فقدت السيطرة على المتظاهرين الذين ضجت بهم طرقات البحرين، وعمد المرتزقة إلى إطلاق الغازات السامة ورصاص الشوزن، إلا أن حالات الاختناق والإصابات بالرصاص لم تؤثر على الحماس الثوري الذي عم كل الشوارع والمحاور، حيث نفذت المجموعات الثورية سلسلة من عمليات الردع ضد قوات المرتزقة الخليفية. دماء سفكت مع حلول الذكرى السنوية السادسة للثورة لتؤكد مرة أخرى على مدى دموية هذا النظام وعلى استحالة تعايش الشعب معه، ولترسخ خيار المقاومة الذي أصبح حديث كل بحراني متطلع نحو الحرية والانعتاق من نير هذه العائلة التي لا تفهم سوى لغة القوة.